بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلب وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة، ومادة محاصيل الحقل لجميع التخصصات وجميع المجالات. في الحلقة السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن التآوي وعن تعريف التآوي، وعرفنا التآوي ان هي عبارة عن اي جزء من اجزاء النبات تستخدم في تقاصره، سواء كان هذا الجزء ثمريا او خضريا او بذريا او جذريا. وشفنا مجموعة صور اللي هي كانت موضحة شكل ايه التآوي اللي هي بيتم ايه استخدامها، واتكلمنا كذلك عن صفات التآوي الجيدة ومصادر الحصول على التآوي الجيدة. وقلنا ان مصادر الحصول على التآوي الجيدة عندي اللي هي وزارة الزراعة، المحطات البحثية والعلمية، الشركات المتخصصة او انتاجها محليا عندك ايه في مزرعتك او في بيتك. واتكلمنا عن مراحل انتاج التآوي، وقلنا ان مراحل انتاج التآوي هي عبارة عن 4 مراحل، بتبدأ من مرحلة المربي اللي هو اكتشف الصنف او هيربي الصنف عنده اللي هو الباحث، وسمت النوية اللي هي تآوي المربي او تآوي النوية، وتآوي المربي او النوية تم انتاج منها النوع اللي بعد كده اللي هي التآوي الاساس، ومن التآوي الاساس اخذنا التآوي المسجله، وقلنا المسجله اللي هي كانك اصدرت لها ايه شهاده ميلاد ان الصف ده عندك او مولود جديد اتولد. ومن التآوي المسجله اخذنا احنا ايه التآوي المعتمده، سواء معتمده جيل اول او معتمده ايه جيل تاني. احنا هنتكلم النهارده مع بعض عن حاجه اسمها شروط حقول الاقصار وفحص التآوي واختبارات التآوي. ايه هي فحص التآوي؟ انا دلوقتي راجل، انت راجل مهندس زراعي كبير قد الدنيا فاهم شغلك، في التآوي اللي انت اشتريتها هتحتاج انك انت تعمل لها عمليات الفحص علشان تعرف التآوي دي مطابقه للمواصفات او مش مطابقه. ولكن قبل ما تخش على فحص التآوي لازم نتكلم عن حقول الاقصار، شروط حقول الاقصار. ايه هي شروط حقول الاقصار؟ احنا مش اتكلمنا مع بعض في الحلقه اللي فاتت وعرفنا ان مراحل انتاج التآوي بتمر ب4 مراحل، في كل مرحله بتخش على حقل بيسمى حقل ايه اقصار. حقل الاقصار بتاعها ده ايه شرط الشروط بتاعته، او ايه اللي يجب ان يتوافر في حقل ايه الاقصار، ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند زراعه حقول الاقصار؟ سؤال دايما بيجي لنا ايه في الامتحان. تعالوا نشوف شروط حقول الاقصار يعني ايه. رقم 1، لا يجوز في الحقل الواحد زراعة اكثر من صنف واحد لنفس المحصول في نفس الموسم. يبقى حقل الاقصار بتاعي لا يجوز في الحقل الواحد زراعة اكثر من صنف واحد لنفس المحصول في نفس الموسم. يعني انا هزرع قمح او هنتج تقاوي قمح، ما ينفعش اجيب في نفس الحقل بتاعي اللي انا هنتج فيه صنف سين مع صنف صاد في نفس المكان ونفس ميعاد الزراعه ونفس ايه الموسم. هيحصل ايه؟ خلط وراثي بعد كده، سواء كان عن طريق خلط ميكانيكي او عن طريق خلط وراثي عن طريق ايه الحشرات ونقل حبوب ايه اللقاح. النقطه اللي بعد كده، عمل مسافه عزل حسب درجه انتاج التآوي بين حقل الاقصار والحقول المجاوره لنفس المحصول. عمل مسافات عزل حسب درجه انتاج ايه التآوي بين حقل الاقصار والحقول المجاوره لنفس المحصول. أنا عندي محصول الذرة الشامية من المحاصيل التي تسمى محاصيل مفتوحة التلقيح. يعني إيه مفتوحة التلقيح؟ يعني حبة اللقاح بتيجي من زهرة إلى الزهرة الثانية، سواء كان من نفس النبات أو من نبات آخر، ممكن تيجي مع الهواء وممكن تيجي إيه مع الحشرات. فده اسمه صنف مفتوح إيه التلقيح، إن الزهرة المؤنثة عندك بتستقبل حبة اللقاح من أي مكان، سواء من حبوب لقاح نفس النبات او من نبات اخر او جايه ايه مع الهواء او الحشرات ايه من صنف ايه اخر. رقم 2، اسف، انواع العزل. ايه هو انواع العزل؟ انا دلوقتي هزرع الذره هنتج اصناف معينه، هنتج هجين فردي سين. الهجين فردي سين ده لابد ان يحدث له عمليه عزل عن باقي الاصناف. فهي ايه هو انواع العزل؟ انا عندي نوعين من انواع العزل، بس احنا لو ما نفكر مع بعض كده ربنا يرفع عنا البلاء والوباء في جائحة كورونا اللي هي حصلة. اي مصاب كورونا بيقول لك ايه اعزله. يعني ايه اعزله؟ خليه في مكان لوحده على جنب، هو ده العزل. فانا لما نتكلم عن العزل، عزل المحاصيل او عزل الاصناف، يعني انا هفرق بين الاصناف وبعضها بمسافات كانت أو بمواعيد كانت. فهنشوفها إزاي. فأنا عندي كده أنواع العزل. أنواع العزل عندي كام نوع من أنواع العزل؟ أنا عندي نوعين،
اول نوع اسمه عزل مكاني، عزل ايه؟ مكاني، زي اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي عن جائحة كورونا، مصاب كورونا بيتم ايه؟ عزله في مكان لوحده، ده اسمه عزل ايه؟ مكاني، في اوضه لوحده، في غرفه لوحده، وكل الحاجات اللي هو عايزها بتبقى ليه لوحده، ده اسمه عزل ايه؟ مكاني. يعني انا بعت ايه؟ المكان، زي مستشفيات العزل انا بعتها، فانا بالتالي هاجي في زراعه اصناف مختلفه، عشان انتج صنف لازم ابعد مسافات العزل بين الصنف ايه والاخر من نفس ايه المحصول، حسب درجه انتقال حبوب ايه اللقاح ودرجه الخلط الوراثي ايه بتاعه. تاني نوع من انواع العزل اسمه عزل زماني. يعني ايه عزل زماني؟ عزل زماني يعني انا ازرع الصنف ده والصنف التاني ازرعه بعديه بحوالي 15 يوم او 21 يوم، مسافه حوالي ايه؟ مسافه زمنيه حوالي 3 اسابيع. ليه في العزل الزماني؟ لان في الوقت ده حبوب اللقاح بتاع المحصول الاول اللي انزرع هتكون نضجت وانتهت واصبح ليس لها ايه؟ تاثير. فانا كده ممكن افرق عن طريق ايه؟ العزل الزماني، ان انا اخلف ميعاد الزراعه، اخلي فيه فترات متباينه او فترات متفاوته من اسبوعين لثلاث اسابيع بين الصنف ايه والاخر، علشان خاطر ايه اعمله. يبقى انا كده انواع العزل عندي انواع عزل مكاني وعزل ايه زماني. عرفنا ان عزل المكان ان انا ببعد الاماكن، عزل زماني ان انا بخلف ميعاد ايه الزراعه. مسافات العزل حسب قرار وزير الزراعه. تعالوا نشوف مسافات العزل بقى اللي هو العزل المكاني حسب قرار وزير ايه الزراعه. ليه؟ لان كل محصول بيختلف عن المحصول الاخر في مسافات ايه العزل. ليه؟ لان انا عندي اصناف ذاتيه التلقيح وعندي اصناف خلطيه ايه التلقيح، فبالتالي ايه لازم في مسافات العزل ايه هتختلف. تعالوا نشوف مع بعض. قال لك العزل من 5 الى 10 متر في محصول القمح والشعير والارز والفول السوداني. ليه؟ لان التلقيح هنا ايه تلقيح ذاتي، حبه اللقاح من موتك وميسم نفس الزهره، فين؟ في القمح والشعير والرز والفول السوداني. فبالتالي مسافه العزل من 5 ل 10 متر مش هتاثر معايا ايه في حاجه، حتى الحشرات مش هتاثر معايا ايه في حاجه، او الرياح، الرياح مش هتنقل لي حبوب لقاح من القمح للقمح او من شعير ايه لشعير. ليه؟ لان التلقيح تلقيح ايه ذاتي. نشوف المسافه الثانيه، من 50 الى 100 متر في محصول الفول البلدي. الفول البلدي لازم ابعد المسافه شويه لان فيه جزء من التلقيح الخلط بيحصل عن طريق ايه سعي النحل والحشرات، هتبدا تنقل حبوب ايه لقاح. من 200 الى 300 متر في محصول الذره ايه الرفيعه. محصول الذره الرفيعه بعمله مسافه عزل من 200 الى 300 ايه متر، بعدت شويه، كل ما نبعد بيبقى الصنف ايه يعني ممكن يحصل له خلط ايه وراثي. من 150 الى 300 متر في محاصيل الذره والكتان، في انتاج تقاوي البصل، من 2000 متر الاصناف مشابهه اللون، و5000 متر للاصناف مختلفه اللون. تعال شوف بقى يا باشا هنا في البصل ايه اللي حصل. بص مسافه العزل هنا، قال لك في البصل المتشابه على سبيل المثال البصل الابيض كله هتبقى مسافه العزل كام؟ 2000 متر. ولكن لو هيبقى فيه بصل احمر جنب البصل الابيض يبقى مسافه العزل 5000 متر، وال 5000 متر ديت وال 2000 متر اللي هي الدرجه اللي ممكن النحله تسعاها او تنشط فيها للحصول على ايه؟ على حبوب اللقاح والرحيق. وكذلك ممكن ايه الرياح بتشيل حبوب اللقاح لايه؟ ل 5000 متر. فهنا البصل من الاصناف مفتوحه ايه التلقيح، ممكن يحصل ايه؟ خلط. يعني انا طلعت صنف في الابيض وابص الاقي اجي ازرعه تاني سنه التقاوي طالع لي بعض البصيلات لونها ايه احمر، او داخل اللون احمر ايه معاها متعرقه باللون ايه الاحمر، فبالتالي حصل ايه خلط وراثي بين الاصناف البيضاء والاصناف ايه الملونه. 1500 متر الى 2500 متر في انتاج تقاوي دوار الشمس، طبعا وده علشان خاطر ايه النحل، النحل برضه بيسعى في المسافات دي. فحص التقاوي، تعالى بقى نتكلم ايه على المحور الاساسي بتاعنا النهارده اللي هو ايه فحص التقاوي والاختبارات. اي تقاوي قبل ما ازرعها لابد ان تمر بعده فحوصات، عده فحوصات للنقاوه والانبات والحاله الصحيه ودرجه الرطوبه بتاعتها، علشان تشوف التقاوي ديت هتكون ذات عائد اقتصادي عندك وهتنتج محصول كويس ولا هتاثر عليك في انتاج ايه
المحاصيل. تعالوا نشوف مع بعض في فحص التقاوي. هو عدة فحوص واختبارات تمر بها عينة من التقاوي حتى تحصل على شهادة صلاحية معتمدة للتداول والزراعة. يعني لابد أنا أنتجت صنف بنسويف 6 من أصناف القمح علشان ياخد الصلاحية، لابد أن يمر إيه؟ يمر بمجموعة الفحوصات اللي احنا هنتكلم إيه عنها حتى يتم اعتماده للتداول إيه؟ للزراعة. أهمية فحص التقاوي، إيه أهمية فحص التقاوي؟ أنت ليه بتفحص التقاوي بتاعتك؟ تفحصها ليه؟ أهمية فحص التقاوي، تعالوا نشوف أهمية فحص التقاوي مع بعض. رقم 1، تحديد كفاءة التقاوي وصلاحيتها في الإنتاج الزراعي، تحديد كفاءة التقاوي وصلاحيتها في الإنتاج الزراعي. رقم 2، تنظيم تداول التقاوي وتجارتها لمنع الغش، علشان ما يحصلش غش فين؟ في التقاوي، التقاوي من أكتر السلع أو من أكتر المنتجات اللي ممكن يحصل فيها غش. رقم 3، تقييم التقاوي لصالح المنتج والمستهلك. المنتج أنا بقيم لك التقاوي، بقول لك التقاوي بتاعتك ديت نسبة الإنبات بتاعتها 80% ونسبة النقاوة 95% لصالح المنتج والمستهلك، يبقى أنا عرفت إن التقاوي ديت من خلال الشهادة إن نسبة الإنبات بتاعتها 80%، فأنا كده هزود فين؟ في كمية التقاوي من الصنف ده. ولكن لو إذا زادت نسبة الإنبات بتاعتها ل 90% هتقل شوية. ليه؟ لأن أنا بحاول أعوض الفقد اللي هو حاصل من نسبة الإنبات لكي أحصل على الكثافة النباتية المثلى في وحدة المساحة. النقطة اللي بعد كده، حماية الثروة النباتية من الأمراض التي تنقلها البذور والحشائش المختلفة بها. على سبيل المثال لو إحنا جبنا أصناف، صورنا أصناف من بره، لابد الأصناف دي تخش على حاجة اسمها الحجر الزراعي. ليه دخلت على الحجر الزراعي؟ بتجرى عليها بعض الاختبارات دي والفحوصات علشان ممكن يكون جاي معاها مرض مش موجود عندي في مصر. المرض ده لو دخل هيدمر عندي الدنيا، فبالتالي أنا بحافظ على إن ما يتمش انتشار الأمراض أو بذور حشائش مختلفة ما تكونش موجودة عندي هنا في مصر. يبقى حماية الثروة النباتية من الأمراض التي تنقلها البذور والحشائش المختلفة بها. النقطة اللي بعد كده، يفيد فحص البذور في تنفيذ قوانين السياسة الزراعية الخاصة بتحديد مناطق زراعة الأصناف. سياسة زراعة الأصناف أو السياسة الصنفية ديت هتلاقيها دايما في محصول القطن بكثرة، هنتكلم عليها في محصول القطن بكثرة. ليه؟ هتلاقي في أصناف بتزرع في محافظة المنوفية ما ينفعش إنك أنت تزرعها في محافظة الأهلية، لكل محافظة ليها صنف أو صنفين خاصين بها، ما ينفعش إنك أنت تنقل الأصناف ديت، علشان لو حصل خلط بينهم وبين بعضهم هيحصل تدهور للصنف عندي أو هيحصل تدهور للمحصول. أدوات أخذ العينة. أنا دلوقت هفحص التقاوي، أنا جايلي شحنة، أيا كان الشحنة كبيرة صغيرة، جايلي شحنة تقاوي، وأنت راجل شغال في معمل أو شغال في شركة أو شغال في مزرعة عايز تفحص التقاوي دي، هتاخد التقاوي بتاعتك إزاي؟ فكر معايا، هتاخدها بالإيد أو هتستخدم آلة أو هتستخدم يعني مغرفة تغرف بيها التقاوي. إيه هي أدوات أخذ العينة؟ تعالوا نشوف مع بعض أدوات أخذ العينة. الفناجين أو الأيادي أو الأقلام أو أقلام العينات، وتوجد أنواع مختلفة من الأقلام ذات أحجام مختلفة. يعني عندي حاجة اسمها الفنجال باخد بيه، أو ممكن أخد بإيدي، أو باخد بقلم العينة، وممكن بعصا العينة، وفي أنواع مختلفة من الأقلام، في حجم صغير وحجم كبير، وكذلك عصات أخذ العينات فيها أحجام. ديت صورة بتوضح لي قلم أخذ العينات، ده شكل قلم أخذ العينة، قلم كبير، قلم وسط، وقلم صغير. ده طبعا بيرجع لحجم الشكارة اللي أنت أو الجوال اللي أنت هتاخد منه العينة. الصورة الثانية ديت بتوضح لي ديت عصا أخذ العينات، عصا أخذ العينات. العينة ديت أنا جات لي مقطورة كبيرة متحملة أو عربية كبيرة متحملة، وأنا محتاج آخد عينة ممثلة للكل، فبالتالي هاخدها ازاي اذا كانت الحموله كبيره؟ طب انا عايز اوصل لتحت، فانا بستخدم العصا بضربها في العينه والفها تتملي بالافاقات من الفتحات بتاعتها بالتقاوي، واطلعها احطها في الكيس بتاعي.
الفناجيل ده فنجال او زي المغرفه بتغرب بيه وتحط فيه ايه في الكيس بتاعك العينه بتاعتك اذا كانت ايه التقوي مفتوحه او تقدر ايه الاجوله مفتوحه تقدر تاخد منها العينه ايه بسهوله. كيفيه اخذ العينات، كيفيه اخذ ايه العينات، ازاي بتاخد انت العينه؟ اذا كانت الرساله في اكياس تؤخذ العينه كما يلي: لو الرساله بتاعتك او اللوت بتاعك او كميه التقاوي اللي هي جايه لك في اكياس هتاخد العينه كالاتي: رقم واحد، اذا بلغ عدد الاكياس 5 تؤخذ عينه من كل كيس، يعني انت جاي لك شحنه 5 اكياس بس، فانت بالتالي هتاخد من كل كيس عينه. رقم 2، اذا تراوح عدد اكياس الرساله من 6 الى 30 كيس تؤخذ العينه من كل ثالث كيس، يعني هتعد 1 2 3 تالت كيس هاخد منه، 4 5 6 هاخد منه، 7 8 9 هاخد ايه منه، يبقى انا كل تالت كيس هاخد منه ايه عينه، اذا كان عدد الاكياس عندي في الرساله من كام؟ من 6 الى 30 كيس. رقم 3، اذا تراوح عدد اكياس الرساله من 31 الى 100 كيس تؤخذ عينه من كل 5 كيس، هعد 5 1 2 3 4 ده 5 كيس هاخد منه العينه، عد 7 8 9 10 هاخد منه عينه، 15 هاخد منه عينه، 20 هاخد منه ايه العينه لحد ما توصل ايه للمية، يبقى من كل 5 كيس هاخد منه ايه عينه اذا كان عدد الاكياس عندي في الرساله من 31 الى 100 ايه 100 كيس. 4، اذا كان عدد الاكياس كبير نحو 500 كيس تؤخذ عينه ممثله لكل 100 كيس، تؤخذ عينه ممثله لكل ايه 100 كيس، كل 100 كيس هاخد منهم ايه عينه واحدة. وعلشان تعرف ايه هي العينة، انت لو لاحظت في التوزيع بتاعة الاكياس ان كل عدد باخد منه ايه عينة، كل عدد باخد منه ايه عينة، ليه؟ لان العينة لابد ان تكون ممثلة للكل، العينة هي إيه؟ تكون ممثلة ايه للكل، هي جزء من المجتمع ممثل للكل. اختبارات فحص التقاوي، تخش بقى على الاختبارات كده ورقة وقلم ونكتب مع بعض علشان خاطر فيها معادلات، والمعادلات دي بتيجي دايما في الامتحان في صورة عرف او اكمل وتكتب ايه المعادلة بتاعتك. اختبارات فحص التقاوي او الاختبار عندي: اولا اختبار النظافة او النقاوة. ايه هو اختبار النظافة او النقاوة؟ ان عينة التقاوي عندي دي انا باخدها وبعمل عليها اختبار النظافة، ان هبدأ افصل العينة بتاعتي لمكوناتها الاساسية، البذور الاساسية، بذور محاصيل اخرى، حشائش، طوب، قش، طين، ابدا افصل العينه بتاعتي علشان اشوف درجه النظافه ايه بتاعتها، وبتكون العينه في اختبار النظافه بتنسب للوزن، بتنسب ايه؟ للوزن، لازم نخلي بالنا من الحته ديت، في اختبار النقاوه او النظافه العينه تنسب لايه؟ لوزن، يعني لما اتكلم هاخد عينه اقول هاخد عينه 100 جرام او هاخد عينه ايه؟ 50 جرام او 500 جرام. تعالوا نشوف الاختبار هيتم ازاي. ده شكل اختبار. كيفية إجراء اختبار النظافة: إن أنا باخد العينة بحطها قدامي على لوح أبيض بالكشاف شغال وأبدأ أفصل أجزاء إيه العينة مع بعض زي ما إحنا إيه شايفين في الصورة إيه بتاعتنا. أنا كده بقدر أفحص، بشوف الحبوب السليمة لوحديها، المكسورة، الشوائب، وهنطلع كل حاجة إيه بنسبتها. يهدف إلى تقدير نقاوة البذور وخلوها من التقاوي المختلفة الأخرى والمواد الخاملة، وفي هذا الاختبار تفضل مكونات تفصل مكونات العينة إلى، يعني في اختبار النقاوة أو اختبار النظافة بتفصل العينات إلى إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض. رقم 1، البذور النقية اللي هي تحت الفحص اللي أنا فحصتها. 2، بذور المحاصيل الأخرى المختلطة بالعينة، يعني محصول أنا بعمل للذرة شامي لقيت فيه حبوب للذرة رفيعة ولقيت فيها حبوب فول صويا أو لقيت حبوب فول بلدي بفصلها إيه على جنب، دي اسمها بذور المحاصيل إيه الأخرى بالعينة. رقم 3، الشوائب. الشوائب بتشمل إيه؟ بتشمل 3 حاجات: الطين والقش والزلط. طين، قش، زلط اسمه إيه؟ شوائب، وتسمى المواد إيه؟ الخاملة. 4، بذور إيه؟ الحشائش، يعني أنا ممكن أفحص عينة برسيم وتطلع عندي بذور حشائش زي بذور إيه؟ السريس أو القبر أو الحمول، يبقى كده بذور إيه؟ حشائش. وتحسب النسبة المئوية للنقاوة من خلال المعادلات الآتية، المعادلات ديت لازم
نحفظها كويس ونكتبها ونفهمها. ليه؟ لان هي بتجي لك في الامتحان في صوره اكمل، وانت بعد كده بتستخدمها ايه في شغلك. تعال نشوف ايه اول حاجه. رقم واحد نسبه النقاوه. قال لك نسبه النقاوه بتساوي وزن بذور المحصول النقيه على الوزن الكلي للعينه في 100. يعني نسبه النقاوه بتاعتي انا كان معايا 100 جرام، اخذتهم عملت الاختبار عليهم اختبار النظافه وفصلت المكونات بتاعتي، اخذت البذور النقيه وزنتها طلعت عندي 90 جرام. يبقى انا عايز النسبه المئويه بتاعتها يبقى 90 على الوزن الكلي اللي هو كان 100 جرام في 100 هتساوي 90 ايه في المية. يبقى نسبه النقاوه عندي في الحاله دي 90 ايه في المية. يبقى نسبه النقاوه بتساوي وزن بذور المحصول نقيه على الوزن الكلي للعينه ايه في 100. نسبه بذور المحاصيل الاخرى هتتحاسب ازاي؟ وزن بذور المحاصيل الاخرى اللي هي طلعت عندي سواء كان فول او ذره او اي محصول تاني غريب عن المحصول الرئيسي على الوزن الكلي للعينه ايه في 100. طيب نسبه بذور الحشائش، قال لك نسبه بذور الحشائش بتساوي وزن بذور الحشائش على الوزن الكلي للعينه في 100. يعني انا اخذت الحشائش بذور الحشائش اللي طلعت عندي وزنتها طلعت 1.5 جرام، تمام؟ والعينه عندي كانت 100 جرام، يبقى 1.5 على 100 في 100 تبقى النسبه عندي طالعه 1.5 ايه في 100 بذور حشائش. نسبة الشوائب، هاخد الزلط والطين والقش اللي هي المواد الخاملة أوزنها وأنسبها للعينة الكل، وزن العينة الكلي. يبقى وزن الشوائب، نسبة الشوائب بتساوي وزن الشوائب على الوزن الكلي للعينة إيه؟ في 100. ثانيًا اختبار الإنبات، ده اختبار مهم جدًا جدًا جدًا. إحنا في اختبار النقاوة أو اختبار النظافة قلنا العينة بتنسب لإيه؟ لوزن. في اختبار الانبات العينه بتنسب لعدد. بتنسب لايه؟ لعدد. يعني هناك انا كنت واخد عينه 100 جرام تقاوي بعمل عليها فحص، انا في اختبار الانبات هاخد 100 حبه اعمل عليها الفحص. يعني هنا لازم نفرق بين اختبار النقاوه واختبار الايه واختبار ايه الانبات، ان ده بينسب لوزن وده بينسب ايه لعدد. تعالوا نشوف اختبار الانبات هيتم ازاي. تؤخذ 400 بذره كحد ادنى من العينه تحت الفحص بحيث تقسم الى مقررات، عدد كل مقرر 400 بذره. يبقى انا كده هيكون معايا 400 بذره هقسمها كام؟ اربع مقررات. يعني كل طبق بتري او كل لوحه انبات بذور ماشي هتمثل ايه مقرر هيتزرع فيها كام؟ 100 بذره. يبقى تؤخذ 400 بذره كحد ادنى من العينه تحت الفحص بحيث تقسم الى مقررات، عدد كل مقرر 100 بذره، توضع في أطباق بها بيئات مختلفة تتناسب مع حجم وطبيعة البذرة المراد استنباتها، وتوضع الأطباق في درجات الحرارة والرطوبة المثلى المناسبة للإنبات كأنها في بيئتها الطبيعية بالحقل. يعني إيه؟ يعني الإنبات المقررات اللي أنا هاخدها هجري عليها عملية الإنبات لابد أن أوفر ليها جميع العوامل التي تؤدي للإنبات زي الحقل بالظبط، نفس اللي هيحصل في الحقل هيحصل إيه فيها. درجة الرطوبة كذا كام في المية هنا زي هنا، درجة الحرارة هنا إيه زي هنا، ماشي؟ علشان خاطر تقدر توصل إيه للاختبار بتاعك في أحسن إيه صورة. ديت صورة للوحة الإنبات. يعني إيه لوحة إنبات؟ أنا فرضها رمل أو فرضها مليها بتموس أو رمل أو طين، وأبدأ أوزع البذور فيها حسب العدد. حسب إيه العدد؟ قلنا المقرر كام بذرة؟ قلنا المقرر 100 بذرة. يعني اللوحة هحط فيها كام بذرة؟ هحط فيها 100 بذرة، أو طبق بتري فيه إيه ورق مبلل أو قطن أو رم هحط فيه كام برضو؟ هحط فيه 100 بذرة. يبقى ديت كيفية إجراء اختبار إيه؟ الإنبات. إن أنا باخد البذور إيه أبدأ أوزعها في لوحة إيه؟ البذور أو لوحة الإنبات. وتقسم عادة، وتقسم البذور عادة في اختبار الإنبات إلى، هنقسمها لإيه بقى؟ هناك إحنا قسمنا في اختبار النقاوة أو النظافة العينة بتاعتي إلى البذور النظيفة أو البذور النقية، الشوائب والمواد الخاملة، بذور حشائش، بذور محاصيل إيه؟ أخرى، وحسبناها. هنا هتتقسم لإيه العينة بتاعتي بقى؟ للبذور في الإنبات؟ قال لك بذور طبيعية. يعني ايه بذور طبيعيه؟ بذور لها القدره على اعطاء نباتات طبيعيه في الظروف الطبيعيه. يعني بذور نبتت نبات طبيعي ما حصلش ليها ايه حاجه. اتنين
بذور صلدة. يعني ايه بذور صلدة؟ بذور صلدة محتاجة كمية رطوبة كبيرة جدا علشان يحصل ليها ايه انبات. ليه؟ لان القشرة بتاعتها قشرة قوية، ما مش من السهل اختراق الرطوبة ايه ليها، فبالتالي ايه لم تنبت. رقم ثلاثة، بذور غير طبيعية تنتج بادرات شاذة. يعني بذرة غير طبيعية، ممكن تكون بذرة ايه مقسومة نصين، او بذرة فيها ايه تشوه في الجنين، فبيطلع الجنين شكله ايه مشوه، زي احنا ايه ما بنقولها بالبلدي كده، جنين مشوه، طلع عندك جنين ايه مشوه من البذور الغير ايه طبيعية. أربعة، بذور ميتة. بذور ميتة بتاخد كمية الرطوبة بتاعتها وبتاخد الهواء بتاعها وتدوس على تلاقيها طرية ولكن لم تنبت، يبقى الجنين بتاعها جنين ايه؟ جنين ميت. يبقى احنا كده في اختبار الانبات البذور بتاعتنا اتقسمت ايه؟ لاربع حاجات، بذور طبيعيه، بذور صلده، بذور غير طبيعيه، بذور ايه؟ ميته. وتحسب النسبه المئويه للانبات من خلال المعادله الاتيه، نفس المعادله اللي احنا شفناها في الانبات هنشوف معادله ايه؟ اسف، ومعادله النقاوه والنظافه هنشوفها ايه؟ المعادله بقى هنا ايه؟ بالنسبه للانبات. قال لك النسبة المئوية للإنبات بتساوي عدد البادرات الطبيعية على عدد البذور المستخدمة في 100. يعني أنا كده البادرات اللي طلعت عندي مشوهة استبعدتها، هتحسب إيه لوحديها. القيمة الزراعية للتقاوي، يمكن معرفة القيم الزراعية للتقاوي كما يلي. ليه أنا بعرف القيمة الزراعية؟ قال لك القيمة الزراعية للتقاوي بتساوي نسبة الإنبات في نسبة في نسبة النقاوة على 100. يعني انت رايح تشتري شكارة تقاوي قمح، قريت البطاقة بتاعتها مكتوب نسبة الانبات 90%، نسبة النقاوة 95%، عايز تطلع القيمة الزراعية بتاعتها، تضرب ديت في ديت ايه على 100، طلعت لك القيمة ايه الزراعية. وتفيد القيمة الزراعية للتقاوي من حيث تحديد وزن التقاوي اللازم لزراعة المساحة المعينة بتاعتك. يعني انت بتحسب القيمة الزراعية علشان تقدر تحدد انت محتاج قد ايه تقاوي بالظبط لزراعه فدان او فدان ونص او نص فدان او المساحه اللي عندك ككل اللي انت عايز ايه تزرعها. ثالثا، اختبار رطوبه البذره. اختبار رطوبه ايه البذره؟ احنا اتكلمنا في اختبار النقاوه وقلنا النسبه بتحسب كوزن، وقلنا في اختبار الانبات النسبه بتحسب وتنسب الى عدد، في اختبار الرطوبة هنا النسبة هتحسب ايه لوزن. ليه وزن؟ علشان خاطر هيتم نزع ايه نسبة الرطوبة من التقاوي ووزنها، فبالتالي هنشوفها هتحصل ايه ازاي. النسبة المئوية لرطوبة البذور دليل ضعيف على حيويتها، ويتوقف مقدار احتفاظ البذور بحيويتها على مقدار الرطوبة التي تحتويها. بمعنى ان التقاوي بتاعتي او اللي انا مخزنها او الموجودة عندي في المخزن لو الرطوبة بتاعتها قليلة جدا نسبة الانبات بتاعتها ايه هتكون ضعيفة، علشان خاطر هتأثر الرطوبة القليلة هتأثر على حيوية الجنين، فبالتالي هيأثر ايه على نسبة الانبات. وقلنا يتوقف مقدار احتفاظ البذور بحيويتها على مقدار ايه الرطوبة التي ايه تحتويها. يعني في بذور لما بخزنها في المخزن لما اقعد اخزن القمح اخزنه على من على درجه الرطوبه من 13 الى 14 ايه في المية، نسبه الرطوبه اللي بتكون ايه في الحبوب علشان تحتفظ ايه بحيويتها. تعالوا نشوف مع بعض طرق تقدير رطوبه البذور، ازاي بقدر رطوبه البذور. تتبع طرق مختلفه لتقدير الرطوبه باستخدام افران التجفيف. يعني انا هاخد عينه هنا هوزنها وهجففها في الفرن، وفيها تطرد الرطوبه من البذور بالحراره المرتفعه، وتقاس النسبة المئوية للرطوبة بمقدار الفقد من الرطوبة في العينة. يعني أنا أخذت 500 جرام تقاوي قمح حطيتهم في طبق ودخلتهم في فرن التجفيف لفترة زمنية وطلعتهم وزنتهم لقيتهم بقى وزنهم 450 جرام، يبقى أنا كده حصل عندي فقد في الرطوبة كام؟ بمقدار 50 جرام فقد إيه في الرطوبة. وتحسب النسبة المئوية للرطوبة من خلال المعادلة ايه الآتية، نفس الحكاية، النسبة المئوية للرطوبة بتساوي وزن العينة بعد التجفيف، بعد ما بتجففها اللي احنا قلنا طلعت معايا 450 على وزن العينة قبل التجفيف اللي هو كان 500 جرام، وضربها ايه في 100 هتطلع لي النسبة المئوية ايه للرطوبة بتاعتي. رابعا، فحص الحالة الصحية. يعني ايه حالة صحية؟ اول ما يجي لك اذكر او تكلم عن اختبار فحص الحالة الصحية يبقى انت هنا هتتكلم عن حشرات وامراض. تتكلم عن ايه؟ حشرات وامراض.
وتشوفها مأثرة إزاي في الحالة الصحية إيه بتاعتها. يقصد بالحالة الصحية للتقوي هي مقدار ما تحمله من الكائنات الحية، وقد تكون هذه الكائنات فطر أو بكتيريا أو فيروس أو نيماتودة أو حشرات. يعني أنا بعمل فحص للتقوي بتاعتي بشوفها خالية من الحشرات والفطريات والبكتيريا والفيروسات والنيماتودة. طرق فحص الحالة الصحية، أنا بفحص الحالة الصحية إزاي؟ رقم واحد، الفحص بالعين المجردة بعيني هقدر أشوف وأميز العينة بتاعتي أشوفها عاملة إزاي. يتم تمييز بعض الأمراض الهامة بالعين المجردة مثل الأجسام الحجرية اللي هو العفن الأبيض والسقاليل الثعبانية، ويمكن تمييز بعض الأمراض الفطرية، ويمكن رؤية الحشرات كما يمكن التعرف على الحشرات. يعني ممكن أشوف السوسة أقول دي سوسة المخزن، ممكن أشوف الفراشة أقول دي فراشة إيه، فراشة الحبوب أو فراشة المخزن. يعني أنا أقدر أفرق أو أحدد نوع الحشرة بالعين المجرد. رقم اتنين، الفحص بالميكروسكوب. يعني أنا مش قادر أشوف بعيني فيه فطريات فيه بكتيريا، بيبقى ما بقدرش اشوفها بالعين المجرده، بستخدم الميكروسكوب. قد تكون جراثيم الفطر ميكروسكوبيه فيتعذر رؤيتها بالعين المجرده، ولذا يتم الفحص بالميكروسكوب لهذه الجراثيم. الطرق الحديثه لتحسين تقاوي المحاصيل. احنا كده اتكلمنا عن اختبارات التقاوي او فحص التقاوي، اللي هم الاربع اختبارات، اللي هو اختبار نقاوه، اختبار إنبات، اختبار المحتوى الرطوبي، اختبار الحالة الصحية. وعرفنا تعريف كل واحد وازاي بنحسب كل واحد. دلوقتي هنتكلم عن الطرق الحديثة لتحسين تقاوي المحاصيل. انا دلوقتي راجل شغال في التقاوي عايز احسن تقاوي المحاصيل عندي، او عايز احسن التقاوي اللي عندي لصنف معين، احسنها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض طرق تحسين التقاوي. رقم واحد، اولا عن طريق الانتخاب. يعني ايه عن طريق الانتخاب؟ والله انا راجل مزارع، زرع عندي محصول ذره شاميه، انا عايز سواء هجين ثلاثي او هجين زوجي، عايز اخلي تقوي عندي منه او من خلال القمح، زرع مساحه قمح، عايز اخلي تقوي عندي من الصنف ده. ببدا انتخب الكيزان الكبيره اللي بتحمل صفات ظهرية كويسة، حجم الحبوب بتاعتها منتظم، الصفوف بتاعتها منتظمة، خالية من الأمراض، خالية من الحشرات، نموها قوي، العود نفسه اللي أنا أخدت من عليه الكوز عود قوي، مثلا يحمل كوزين ما يحملش كواز فردية، وأبدأ أجمع التقاوي ديت. يبقى أنا كده عملت حاجة اسمها عملية الانتخاب. تعالوا نشوف التعريف بتاعه. يقصد بالانتخاب اختيار أفضل النباتات التي تتوفر فيها الصفات التي يرغبها المزارع والمستهلك، وزيادة نسبة هذه النباتات في صنف واحد. يبقى يقصد بالانتخاب اختيار أفضل النباتات التي تتوفر فيها الصفات التي يرغبها المزارع والمستهلك، وزيادة نسبة هذه النباتات في صنف واحد. أنواع الانتخاب. أنا دلوقتي انتخبت أصناف، هل بنتخب وخلاص ولا في للانتخاب ده انواع؟ للانتخاب ده انواع ايه هم؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. رقم واحد، الانتخاب الاجمالي. يعني ايه انتخاب اجمالي؟ وهو اختيار وتحديد افضل النباتات المرغوبه في الحقل، وجمع محصولها وخلط بذورها سويا، ثم تزرع مختلطه دون التفرقه بين الناتج من كل نبات على حده لعده سنوات. يعني انا اخذت الكيزان، كوز من الحوض اليمين، كوز من الحوض الشمال، كوز من الحوض القداماني، كوز من الحوض اللي في اخر الغيط، وجمعتهم مع بعض وخلطتهم مع بعض واخدتهم زرعتهم، تمام، دون النظر بقى عن هيدي كتير ولا هيدي قليل كمحصول. ده اسمه انتخاب اجمالي. يبقى الانتخاب الاجمالي من انواع الانتخاب، هو اختيار وتحديد افضل النباتات المرغوبه في الحقل، وجمع محصولها وخلط بذورها سويا، ثم تزرع مختلطه دون التفرقه بين الناتج في كل من كل نبات على حدة لعدة سنوات. مع العلم الانتخاب دايما ضيف في ورقة الامتحان. الانتخاب
سواء جالك تعريف انتخاب اجمالي او انتخاب فردي او انواع الانتخاب اللي هنتكلم عنها دلوقتي، ده ضيف في ورقه الامتحان كل سنه بتشوفه في ورقه الامتحان، في صوره عرف او في صوره يجيب لك المصطلح، يجيب لك التعريف بتاعه ويقول لك اكتب ايه المصطلح الدال على هذه العباره. رقم 2، الانتخاب الفردي، تاني نوع من انواع الانتخاب، وفيه يتم اختيار النباتات المرغوبة على أن تزرع بذور كل نبات على حدة وتهمل النباتات الضعيفة أولا بأول. يعني أنا اخترت كوز، الكوز ده هاخده أزرعه لوحدي، والنباتات الضعيفة اللي هتطلع أنا هستبعدها. ده اسمه انتخاب إيه؟ فردي. هزرع بذور كل كوز أو كل سنبلة لوحدها. ليه؟ وبعد كده لحد ما أوصل للشكل أو الصنف اللي أنا عايزه، بعد كده أخلطها مع بعضها وهتبقى صنف ايه؟ واحد. يبقى الانتخاب الفردي، وفيه يتم اختيار النباتات المرغوبه على ان تزرع بذور كل نبات على حده وتهمل النباتات الضعيفه اولا ايه؟ باول. ويعتمد في الانتخاب الفردي على ايه؟ تعال نشوف الاعتماد بتاعه. رقم 1، التركيب الوراثي للمحاصيل خاصه في المحاصيل ذاتيه التلقيح. التركيب الوراثي للمحاصيل خاصه في المحاصيل ذاتيه ايه؟ التلقيح. رقم 2، يقوم على أساس انتخاب السلالات وسجلات النسب. يقوم على أساس انتخاب سلالات وسجلات النسب، يعني الكوز اللي أنا أخدته ده كان من سلالة ألف، والكوز التاني ده كان من سلالة إيه؟ ب. ممكن أوصل ليهم للإمبريد لاين، السلالة النقية، وأجوزهم لبعض وأطلع لك إيه؟ هجين فردي. أطلع لك هجين إيه؟ فردي. يبقى أنا كده طلعت إيه؟ قوة هجين، وطلعت هجين إيه؟ من خلال اساس انتخاب السلالات وسجلات ايه؟ النسب. طبعا اي تقاوي بتيجي من بره او طالعه من محطات البحوث ليها سجل نسب، زي سجل نسب البني ادم بالظبط، ليها شهاده ميلاد، ليها ابوها مين، جدها مين، امها مين، من الاب من الام، لحد ايه؟ 6 7 سنين لورا، من بدايه ايه؟ ما بدا يشتغل ايه؟ على الصنف لحد ما طلع ايه؟ الصنف بتاعه. النقطة اللي بعد كده، السلالات الناتجة نقية وراثيا. السلالة اللي هتطلع عندك اسمها ايه؟ امبريد لاين. السلالة ايه؟ النقية. هتكون نقية ايه؟ وراثيا. بتكون شكل النبات بتاعها مش قوي جدا، بيكون ضعيف. ليه؟ لانها وصل للعوامل الوراثية بتاعته، اتجمعت في صورة نقية، مفيش عوامل تانية مختلفة داخلة معاها علشان تطلع لك قوة ايه؟ هجين. ينتج من سلالات نقارن بينها ونختار الافضل ايه منها. يعني السلالات اللي انا اخترتها ديت واشتغلت عليها، هشوف الناتج، هقارن بينها واشوف السلاله القويه انا ايه هستخدمها، والسلاله الضعيفه ايه هبدا استبعدها. يتبع في الهيئات الحكوميه والبحثيه والشركات الزراعيه. يبقى الانتخاب الفردي بيحصل فين؟ في الهيئات الحكوميه والبحثيه والشركات ايه؟ الزراعيه، علشان بيوصل لك ايه؟ للامبريد لاين. ولكن في الحقول العاديه ولدى المزارعين بيستخدم الانتخاب الاجمالي وليس ايه؟ الفردي. 3، الانتخاب الخضري. الانتخاب الخضري يعني ايه انتخاب خضري؟ هناك كان بذري في الانتخاب الاجمالي والانتخاب الفردي، هنا في الانتخاب الخضري. يتم في المحاصيل التي تتكاثر خضريا، وفيها يتم اختيار الاجزاء الخضريه سواء كانت عقل او سقان ارضيه او براعم، الجيده من نباتات مقاومه للامراض وخاليه من الاصابه ومن صنف عالي الانتاج. بمعنى والله انا في زراعه القصب شفت في الحقل عندي وانا ماشي كده بركه قصب، القصب كله عندي رائد او عيدانه معوجه، الا البركه ديت العيدان بتاعتها طالعه قويه وايه وسليمه ما فيهاش حاجه، خاليه من ايه؟ من كل ايه؟ الصفات ايه؟ المرضيه. ببدا اخد البركه ديت لوحدها بعمل لها انتخاب، انا انتخبتها، وابدا استخدمها كتقاوي واعمل لها عمليه ايه؟ اكسار. ليه؟ علشان احصل على الصفه اللي هي ايه؟ خلتني او كانت السبب ان انا اخترتها وانتخبتها ان انا اعملها ايه؟ تقاوي. يبقى يتم في المحاصيل التي تتكاثر ايه؟ خضريا، الانتخاب ايه؟ الخضري. ثانيا، التهجين. يعني ايه تهجين؟ يعني ايه تهجين؟ احنا دلوقتي عملنا الامبريد لاين، السلاله النقيه بتاعتنا، وصلنا لدرجه نقاء السلاله، وعايزين نعمل عمليه تهجين. يبقى انا بهجن يا اما صنف هجين مع هجين، او سلاله في سلاله، او هجين في سلاله، او هجين ايه في سلاله. طيب في حاله ان انا جوزت سلاله لسلاله هينتج عندي هجين فردي، سلاله في سلاله هينتج عندي هجين ايه فردي.
طيب لو انا جوزت هجين فردي مع هجين فردي هينتج عندي هجين ايه زوجي، الناتج هيكون هجين ايه زوجي. طيب انا لو جوزت عندي في عمليه التهجين سلاله مع هجين فردي، فالهجين الفردي بيحتوي على السلالتين بس، فكده اصبح عندي ايه ثلاثه، فهيكون هجين ايه ثلاثي، فيكون هجين ايه ثلاثي. احسبها، يبقى الهجين الفردي بيكون سلاله مع سلاله، يعني سلاله نقيه مع سلاله ايه نقيه، بيطلع لي هجين فردي، بستفاد من قوه الهيتيروزيس بتاعه او قوه الهجين. ولكن لو انا عندي جوزت سلاله نقيه مع صنف هجين فردي، الهجين الفردي فيه سلالتين وهي سلاله نقيه، يبقى الناتج عندي 3 2 في 1 1 زائد 2 هيطلع عندي 3 سلالات او 3 صفات وراثيه، يبقى هجين اسمه هجين ايه ثلاثي. الهجين الزوجي اللي هو المفتوح التلقيح بيكون هجين فردي مع هجين فردي، هجين فردي س مع هجين فردي ص، ده في سلالتين وده في سلالتين، جوزتهم مع بعض هيطلع لي ايه ناتج 4 سلالات في هجين واحد، فيسمى هجين ايه زوجي. تعال نشوف تعريف ايه التهجين. يقصد بالتهجين انتقال او نقل حبوب اللقاح من ظاهرة نبات الأب إلى ظاهرة نبات الأم، وذلك للحصول على نباتات جديدة تجمع الصفات الجيدة للأبوين في النسل الناتج، وذلك بعد انتخابها لعدة أجيال، ويصحب ذلك قوة في النمو وتعرف بقوة الهجين. وتعريف الهجين بتيجي في الامتحان، هتلاقي تعريف الهجين أو يقصد بالهجن تعريف الهجين بتيجي في الامتحان. يبقى تعريف الهجين هو انتقال او نقل حبوب اللقاح، يعني جبت سلاله اب مع سلاله ام جوزتهم ايه لبعض، يعني واحد هاخد منه حبوب اللقاح والتاني ايه هعدم عنده ايه حبوب اللقاح، هيبقى ايه ام. ديت ايه العمليه، عمليه التهجين. يبقى هو يقصد بالتهجين انتقال او نقل حبوب اللقاح من ظهره نبات الاب الى ظهره نبات الام، وذلك للحصول على نباتات جديده تجمع صفات الجيدة للأبوين في النسل الناتج، وذلك بعد انتخابها لعدة أجيال، ويصحب ذلك قوة في النمو تعرف بقوة الهجين. النقطة اللي بعد كده أنواع التهجين. أنواع إيه التهجين؟ الهجين اللي احنا هنتكلم إيه عليها. رقم واحد، تهجين طبيعي. يعني إيه تهجين طبيعي؟ وفيه تنتقل حبوب اللقاح من الظهر المذكرة إلى المؤنثة بواسطة الرياح أو الحشرات. يعني انت كانسان لم تتدخل في عمليه التهجين الطبيعي. التهجين الطبيعي حبه لقاح انتقلت من الزهره المذكره الى الزهره المؤنثه بواسطه الحشرات النحل او بواسطه الرياح، انت لم تتدخل فيه، في الحاله دي يسمى تهجين ايه طبيعي. يبقى لما يجي لك عارف التهجين الطبيعي هتقول وفيه تنتقل حبوب اللقاح من الزهره الاب المذكرة إلى الزهرة المؤنثة الأم بواسطة الرياح أو إيه أو الحشرات. رقم اتنين، تهجين صناعي. أنت بقى هنا هتتدخل بواسطة المربي، أنت كباحث أو كمساعد باحث وراجل إيه فاهم في شغلك في التقاوي، هتبدأ تعمل عملية إيه التهجين. وفيه تنتقل حبوب اللقاح بواسطة المربي بغرض استنباط أصناف جديدة تحمل صفات الآباء الجيدة وتظهر فيها قوة إيه الهجين، لأن قوة الهجين يعني بتديني أعلى محصول، بتديني أعلى إيه محصول. تعال نخش بعد كده على وسائل المحافظة على الأصناف المنزرعة من التدهور. إيه هي الوسائل اللي إحنا بنحافظ بيها على الصنف الجيد بتاعنا من التدهور، ما يحصلش ليه تدهور أو يحصل ليه انعزالات وراثية وتقل كمية المحصول الناتجة إيه منه. تعال نشوف مع بعض الوسائل. رقم واحد، الاهتمام بالمحافظة على النقاوة الوراثية للصنف، وذلك باستخدام الأساليب العلمية التي تمنع تدهوره بتكرار زراعته. بمعنى إيه؟ يعني بمعنى إحنا لما بننزل حزمة توصيات لمحصول ما بنقول لك خد تقاويك من الشقارة، ما يجيبش من على السطح. ليه؟ لأن أنت لما بتاخد التقاوي من الشقارة بتستفاد بقوة الهجين، ولكن لما تيجي تكسرها تاني سنة من عندك بتبدأ تحصل حاجات اسمها انعزالات وراثية بتقلل لك كمية ايه المحصول، وتبدأ تظهر عندك صفات ايه غير مرغوبة وانت ايه مش حاببها، كانت ايه صفات متنحية ايه في الأبوين. رقم اتنين، الحصول على التقاوي نقية خالية من الشوائب وغير مصابة بالأفات، سواء كانت هذه التقاوي لأصناف ذاتية أو خلطية ايه التلقيح. يبقى الحصول على التقاوي نقية خالية من ايه
من الشوائب وغير مصابه بالافات، سواء كانت هذه التآوي لاصناف ذاتيه او خلطيه التلطيف. رقم 3، مراعاه قدره الصنف على الاقلامه ومدى تحمله للظروف البيئيه الغير ملائمه. دي حصلت عليها مشكله في السنين اللي فاتت قبل كده، في بعض الاصناف من اصناف القمح ادت انتاجيه عاليه في الوجه الابلي، فاخدوا الاصناف دي زرعناها في الوجه البحري مباشره فاصيبت بالاصداء. ليه؟ لان احنا ما عملناش ليها حاجه اسمها الاقلامه، ما اخدناش الصنف وزرعناه في مساحات قليله وبعد كده دخلنا على عمليه الاقلامه، خلناه اتعود على جو المنطقه. يعني على سبيل المثال انت كطالب، لو انت من الوجه البحري من محافظه اسكندريه او دمياط او المحافظات الساحليه، لو رحت سافرت اسوان في اليومين دول مش هتقدر تستحمل، هترجع بسرعه هتقول يا الجو هناك حر. ليه؟ لانك انت ما قدرتش تتاقلم على الجو اللي هناك. كذلك الامر الطالب اللي هو من الصعيد او من محافظات الوجه الابلي، لما يروح محافظات الوجه البحري هتبص تلاقي نفسك الجو اختلف ومش قادر تتاقلم معاه. النقطة اللي بعد كده، إحكام الرقابة الفنية على الأصناف الجديدة. إحكام الرقابة الفنية على الأصناف الجديدة، لازم أن يكون في رقابة قوية على الأصناف اللي بيتم إنتاجها علشان ما يحصلش خلط وراثي بين الأصناف. 5، تخصيص مناطق محددة لزراعة أصناف المحاصيل وخصوصا المحاصيل خلطية التلقيح، وديت مهمة جدا جدا معانا في محصول القطن. ليه؟ لأن محصول القطن محصول خلط التلقيح ممكن يحصل تدهور للتيلة بتاعته والصفات الجميلة بتاعته اللي هو بيتميز بها القطن المصري. رقم 6، الاهتمام بالتخزين الجيد للتآوي ووقايتها من الآفات. يعني أخزن التآوي بتاعتي في مخزن جيد، جيد التهوية، ليه صفات معينة هنتكلم عليها بعدين في صفات المخازن اللي واجب مراعاتها عند إنشاء أي مخزن أو تخزين التآوي، حتى لا تصاب بالآفات. الآفات زي زي الحشرات، زي الفئران، زي القوارض، السوس، الفراشات، كل دي حاجات ممكن تصيب التآوي عندك في المخزن لو المخزن بتاعك مش كويس. 7، في حال تكاثر الصنف خضريا يجب استخدام التكاثر الخضري لضمان انتاج محصول متشابه مع النبات الاصلي. يبقى في 7، في حال تكاثر الصنف خضريا يجب استخدام التكاثر الخضري. يعني ما اروحش اخد استخدم له تكاثر بذري، لا، اذا كان هو خضري بيديني معطيني محصول كويس فانا انتخب او احافظ عليه المحصول من خلال التكاثر الخضري ليه من النبات الاصلي. إعداد وتخزين التآوي، يعني إيه إعداد وتخزين التآوي؟ هنشوف التعريف بتاعها. رقم 1، التخزين في مخازن، يعني أنا أخزن التآوي بتاعتي في مخازن. إعداد وتخزين التآوي، رقم 1، تخزين في مخازن. رقم 2، التخزين في صوامع، إن أنا أخزن في صوامع. الصوامع بتنقسم عندي لنوعين، صوامع معدنية واخدة الشكل ده، ده شكل الصوامع المعدنية. رقم 2، الصوامع الاسمنتيه، وده شكل الصوامع الاسمنتيه. يبقى انا عندي هنا الصوامع، عندي صوامع اسمنتيه وصوامع وعندي الصوامع المعدنيه. ده شكل والمقارنه بين الاثنين، بين الاصناف الصوامع المعدنيه وصوامع الاسمنتيه. شروط المخزن الجيد، ايه هي شروط المخزن الجيد؟ احنا هنتكلم عليها بسرعه كده وهنشوف ايه هي الشروط. رقم 1، ان تكون ارضيه المخزن مرتفعه عن سطح الارض بحوالي 90 سم، الارضيه مرتفعه علشان نسبه الرطوبه. رقم 2، ان تعمل ماده عازله بارضيه المخزن حتى لا تصل الرطوبه للتآوي. الرطوبه لو وصلت من ارضيه المخزن للتآوي هيحصل انبات وهتعفن التآوي بتاعتك، فبالتالي انت بتعمل لها ماده ماده عزله، ممكن تكون طبالي خشب او ممكن تكون مواد عزله زي البوتومين والحاجات دي. رقم 3، ان يكون للمخزن باب واحد محكم بحيث لا يسمح بدخول الفئران. ما يكونش للمخزن بتاعي اكتر من باب، هو باب واحد بس اقدر اتحكم فيه. رقم 4، ان تبنى الجدران بحيث تتحمل ضغط البذور من الداخل، علشان البذره هتحمل من جوه، الجدران بتاعتي ما تقعش من بره. رقم 5، أن يلتحم السقف مع الجدران حتى لا توجد فراغات وشقوق تسمع بدخول القوارض. يعني أنت لما بتعمل صبة وبتعمل سقف ماشي، لازم لابد أن السقف ينزل على الجدران يقفل الفراغات.
ما يكونش فيه مسافات عشان خاطر الفئران ما تخشش ايه فيها. رقم 6، ان يكون سقف المخزن مزدوج حتى لا يتاثر بدرجات الحراره خارج المخزن. السقف بتاع المخزن يكون عندي سقف مزدوج علشان ما ياثرش عندي ايه درجه الحراره حتى لو ارتفعت درجه الحراره. ماشي. 7، ان تكون الجدران ملساء حتى لا تكون ملجا للحشرات في حاله وجود شقوق. يعني الحيطه عندي تكون ملساء، المحاره بتاعتها كويسه متمعجنه، ما يسمحش بنشاط ايه الحشرات فيها. وبكده احنا نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، ومن خلالها اتكلمنا عن صفات التقاوي، واتكلمنا عن المخزن وشروط المخازن الجيده، وكذلك اتكلمنا عن التهجين بانواعه، التهجين الطبيعي والتهجين الصناعي، وعرفنا الانتخاب الاجمالي والانتخاب الفردي والانتخاب الخضري. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.